قلنا بأن إبراهيم عليه السلام قام وحده بالتوحيد ودعا الناس جميعا إلى توحيد الله جل في علاه ونبذ الشرك وعبادة الأصنام وكسر لهم أصنامهم جميعا حتى أنهم تكالبوا عليه وأضرموا النار وألقوا في النار. فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما آمن له من قومه قط إلا لوط عليه السلام، وقيل هو ابن أخيه. فلوط عليه السلام آمن بإبراهيم عليه السلام، آمن به وآمن له، آمن به وهاجر معه، هذا على قوله وقال إني مهاجر إلى ربي، أنها عائدة على لوط لأنه أقرب مذكور، أما إبراهيم فلا. وقيل أن في قوله وقال إني مهاجر إلى ربي هو قول إبراهيم عليه السلام، والحق أن أقرب مذكور هو الأولى بذلك. فقال لوط: إني مهاجر إلى ربي، نعم، إنه هو العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه، لا غالب إلا الله، هو القهار وهو الواحد الجبار سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالله جل في علاه كفأه وشكر له وأعطاه ما أعطاه فوق ما أعطى السائلين، فوق ما أعطى السائلين. فالله جل في علاه شكر له لتبليغه توحيد الله جل في علاه، ولأنه قام بما عليه ببلاغ الرسالة وإقامة الحجة والمنافحة عن توحيده سبحانه جل في علاه. قال: وابن له إسحاق ويعقوب. إسحاق كان بشارة لسارة. قال الله تعالى شاكرا لإبراهيم عليه السلام بأنه قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وهذا مثل ما قال الله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا له نبيا، يعني وهبوا الأنبياء بل سلسلة الأنبياء على عينه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بشارة وأن يكون نبيا أيضا، كما قال الله تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعقوب نافلة يعني يعقوب زيادة، فرزقه الولد الصالح ثم الولد الصالح ثم سلسلة الأنبياء، وآخر هؤلاء هو عيسى عليه السلام، كما قال الله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أن يولد له أيضا ولد هو نبي في حياتكما وتقربي أعينكما. قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. أن تنظر إلى شكر الله لإبراهيم عليه السلام لأنه قام بالتوحيد، هكذا كل من قام بالتوحيد فإن الله يشكر له. وانظر إلى شكر الله لإبراهيم عليه السلام عندما قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، فكان موحدا وقام بالتوحيد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، ولأن الحج أغلبه على تمام الانقياد لله جل في علاه وتمام التوحيد لربنا سبحانه جل في علاه. قال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فبعد أن اتخذه خليلا رزق الله جل في علاه بالولد الصالح كإسماعيل عليه السلام، ورزقه بإسحاق، وجعل من وراء إسحاق يعقوب وكلهما نبي، وجعل سلسلة النبوة في إسحاق. وقلنا: وأنبياء بني إسرائيل آخرهم هو عيسى بن مريم عليه السلام، فلا يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا هو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب، من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وإسماعيل عليه السلام كان من سلالته محمد وسيد سيد الأنبياء والأصفياء عليهم السلام. قال الله تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أجمع الله له بين السعادتين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فكيف بالأنبياء. جمع الله له بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ففي الدنيا وسع الله عليه الرزق ورزقه بالولد بعد عمر مديد،
وأكرمه بأن 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 سلالة الأنبياء من نسله، ورزقه بزوجتين صالحتين، نعم، وجعل له الذكرى والثناء الحسن في الدنيا قبل الآخرة، كما قال: وجعل لي لسان صدق في الآخرين، وجعلني من ورثة جنة النعيم. فرزق الله رزقي الدنيا والآخرة، فمكن له ووسع عليه، ورزقه بالولد الصالح وبالزوجة الصالحة، وجعل له لسان صدق في الآخرين بالثناء الحسن عليه في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك جعل الله له المحبة، وجعل له الولاء، وأيضا رزقه كما قلنا الرزق الواسع الرحب الفسيح من الله جل في علاه. وقد قام بطاعة الله جل في علاه على جميع الوجوه من صلاة وزكاة وصوم وحج، وأيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإبلاغ الرسالة. ولذلك شكر الله له فمدحه بآيات تتلى إلى يوم الدين. قال الله تعالى: وإبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى، نعم إبراهيم وفى لربه توحيدا، وفى لربه إخباتا، وفى لربه انقيادا. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال: وآتيناه في الدنيا، وآتيناه أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فله المنازل العلى عند ربه يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إلى أن قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لكن أنا ألفت الانتباه قبل الانتقال إلى الكلام على لوط عليه السلام وما حدث معه، هو النظر إلى شكر الله لإبراهيم عليه السلام، وكل ذلك لأنه أقام التوحيد، يعني ما ذلك إلا لأنه أقام التوحيد. لذلك وجب علينا أن نعض بالنواجس على التوحيد منافحة، تأسيسا وتأصيلا وتعليما ومنافحة. لأن الله لا يقبل دينا إلا به، لا يقبل أي دين إلا به، التوحيد له سبحانه جل في علاه. وهنا وعظ لوط لقومه عليه السلام، وهو يعلم أنهم يقعون في أمر لم يقع فيه أحد من قبلهم، أنكر عليهم سوء صنيعهم، وذكرهم بالصلحاء والنبلاء والرفعاء، فكانوا يأتون الرجال دون النساء شهوة، وهذا زيادة على كفرهم بربهم وجحودهم برسله وآياته، وزادوا على ذلك أنهم كانوا يقطعون السبيل أيضا، فهم يتربصون بالناس في الطرقات يقتلونهم ويأخذون أموالهم، وأيضا منهم أن يفعلون معه ما يشتهون. ولوطا إذ قال القوم: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، نعوذ بالله من الخزلان، أئنكم لتأتون الرجال شهوة وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، أيفعلون ما لا يليق من الأفعال والأقوال والحركات التي تودي بهم إلى التردي. ففي المجالس التي يجتمعون فيها كانوا يأتون بالمنكرات من القول ومن الفعل، نعم. وقيل كانوا أيضا في المجالس يأتي بعضهم بعضا على الملأ، وهذا قاله مجاهد وغيره. وكانوا يفعلون أفعالا منكرة يتضحكون عليها، فقام ينكر عليهم ما يأتون، وينكر عليهم ما يقولون، وينكر عليهم الأفعال الخبيثة التي يقومون بها، حتى جاء لوط عليه السلام وهم يفعلون ما يفعلون،
فأنكر عليهم، فبين الله تعالى كيف كان جوابهم عليه. قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هذا كبر، فقالوا ذلك كبرا، وقالوا ذلك فحشا وتكذيبا للرسل وجحودا بآيات الله جل في علاه. وانظر إلى أسلوب القرآن في حصر كلامهم، أنهم ما ردوا على من أراد النجاة لهم وأراد النصيحة لهم وكان قد أخلص النصيحة لهم. قال فما كان جواب قومه إلا، يعني هذا الجواب فقط الذي قالوه، إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فأمعنوا النظر في الكذب في تكذيب الرسول، ولم يؤمنوا بربهم جل في علاه، بل وتجرأوا على آيات الله جل في علاه. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهذا جاء منهم كفرا واستهزاء وعنادا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله كفرا واستهزاء وعنادا. فاستنصر عليهم نبيهم فقال رب انصرني على القوم المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. انظر هنا، هذا فيه ما فيه من لفت الانتباه إلى أن الأمر لو كان سرا، أن الأمر لو كان في الخفاء ما أنزل الله عليهم العقاب، لكن لما أظهروه ولما جهروا به ونافحوا عنه أتاهم العقاب عاجلا. قال رب انصرني على القوم المفسدين، هم أفسدوا كل شيء، لذلك جاءهم النذير وبعدها كان العقاب الأليم. قال رب انصرني على القوم المفسدين. وانظر كيف نصر الله جل في علاه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. لما استنصر لوط ربه عز وجل كما استنصر نوح ربه قال إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهنا لوط عندما قال رب انصرني على القوم المفسدين بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة الأضياف، فجاءهم يعني فأراد ضيافتهم وذبح عجلا حنيثا وقدمه إليهم، لكنه نكرهم وأوجس منهم خيفة عندما لم يمدوا أيديهم إلى الطعام، فأرادوا تأمينه والمؤنسة، فجلسوا قالوا إن أرسلنا قوم لوط، وبيانوا ما لهم من العذاب الأليم. قال وبشروه بإسحاق وسارة تقف تسمع وتضرب وجهها وتقول عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك، وكان آية من الآيات. فبشره الله جل في علاه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، أمراء يعقوب سلسلة الأنبياء. فتعجب إبراهيم بهذه البشرى، وكان التعجب الأعظم أنه أرسلوا لهلاك قوم لوط وفيهم لوط، فأخذ يدافع لعلهم ينظرون ولعل الله أن يهديهم. ولما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال إن فيها لوطا، يعني ترام العزم، إذن هذا أمر جزم من الله جل في علاه، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين من الهالكين، لأنها كانت تستظهر الإسلام وتبتطن الموافقة لقومها، وكانت تدلهم على أي ضيف وصل إلى لوط. لذلك دخل الملائكة عليه في سورة شبان حسان، فلما رآهم سيء بهم وضاق بهم ذرعا، اغتم بأمرهم وخشي ألا يحميهم وألا يستطيع إكرامهم، لأن قومه يفسدون في الأرض أو عازف الأرض فسادا. سيء بهم وضاق بهم ذرعا، لكنهم بشروا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين من الهالكين. عمير بن الحمام، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلعهم واقتلع قراهم من قرار الأرض،
ثم رفعها إلى عنان السماء حتى يقال أن أهل السماء سمعوا نباح الكلاب في هذه القرية. اللهم عافنا يا رب العالمين. ثم قلبها وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. وما هي من الظالمين ببعيد. فأفناهم عن بكرة أبيهم وجعل مكانها بحيرة خبيثة منتنة. فالحق أن هؤلاء القوم هم أشد الناس عذابا في الدنيا وفي الآخرة. لذلك ابن عباس يقول من وجد يفعل ما يفعلون لابد أن يؤخذ من شاهق عالي من شاهق ثم بعد ذلك يلقى وبعدما يلقى يعني يرمى بالحجارة. وكثير من علماء الصحابة قالوا أن من يفعل هذا الفعل يقتل، وإن كان شافعية أو غير شافعية يرون أن هذا حكم الزنا عامة. إن الله جل في علاه أمهل وأرسل الرسول وأقام الحجج والبراهين، جحدوا وكفروا وطغوا وبغوا وأعلنوا فحشة أعظم ما تكون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأنزل الله عليهم العقاب الأليم بعد أن أنجى لوطا ومن معه من المؤمنين. الفوائد المستنبطة: الله شكور، من أحسن الله إليه، شكر الإبراهيم، نعم. عموم العذاب إن لم يكن الأمر معروف عن المنكر، فلما قام لوط بواجبه أمر معروف عن المنكر ونهى عن المنكر أنجاه الله من معه من أهله وأهلك الباقين.